ينضم إلينا دكتور وليد جابالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أهلا بك دكتور وليد. يعني مشاركة مصر في هذه القمة بوصفها يعني الرئيس للوكالة التنموية الخاصة بالنباد وأيضا رئيس أسبق للكوميسا، رؤية مصرية يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، كيف تقيم هذه المشاركة ودلالتها؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد مشاركة هامة للدولة المصرية في القمة الإفريقية. هذه القمة النصف سنوية التي تركز على الجوانب الاقتصادية ليتم من خلالها التنسيق وتفعيل الاتفاقات وتسجيل العقبات أمام مزيد من التعاون الإفريقي. مصر تشارك فيها بعدة صفات، بصفتها دولة إفريقية كبرى وأيضا بصفتها رئيس للنباد، رئيس للمؤتمر الدولي للمناخ COP27، لها وجود وتفاعل في الكثير من اللجان الإفريقية. مصر لها تجربة كبيرة منذ رئاستها للاتحاد الإفريقي حيث اقتربت من مشاكل القارة. تبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية التنمية في القارة الإفريقية، وانطلق بهذه الاستراتيجية إلى العديد من المؤتمرات في اليابان والصين وأوروبا وغيرها من المناطق في العالم. الاستراتيجية التنموية في إفريقيا لها عدة محاور. المحور الأول هو محور تشريعي متعلق بالاتفاقات التي تربط ما بين الدول الإفريقية، ومن ضمنها الكوميسا الإفريقي، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها من الاتفاقات التي من أجل أن يكون لها تأثير كبير على أرض الواقع كان لابد من أن يكون هناك بنية تحتية، خطوط نقل ومواصلات تربط ما بين دول القارة، مشروعات مثل مشروع القاهرة كيب تاون، ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ربط السككي بالسكك الحديد ما بين عدد من دول القارة. الحقيقة الكثير من المشروعات سيما في مجال الاتصالات وفي مجال تطوير البنوك وغيرها من المجالات التنموية. الواقع أن تداعيات كورونا ربما حدت من الطموحات الإفريقية بسبب تلك التداعيات، إلا أن ما يحدث حاليا في العالم ارتباطا بالحرب الأوكرانية وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد وإعادة هيكلة خارطة الاستثمارات في العالم يحتم على الدول الإفريقية أن تصل إلى صيغة معينة تستطيع من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية في العالم بما فيها الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. صحيح. أيضا الفرص الاستثمارية المتعلقة بالغذاء، فيمكن لإفريقيا أن تكون سلة لغذاء العالم. يستعيد من خلاله العالم النقص في الإمدادات بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية. الواقع أن هذه القمة يمكن أن تناقش الكثير من التفاصيل التي يمكن أن تحد من الطموحات. تذليل التفاصيل التي تحد من الطموحات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير لتلبية الطموحات الإفريقية في تحقيق مزيد من التنمية خلال الفترة القادمة. النباد هي الذراع التنموي للقارة الإفريقية، ومصر ترأست النباد خلال عامين. ما الذي يمكن أن تلعبه الدولة المصرية وتقدمه لدول القارة، خاصة أن مصر لها خبرات متراكمة فيما يتعلق بتدشين المشاريع القومية وملف التنمية والإعمار بشكل أساسي؟ طبعا مصر منخرطة على كل مشكلات القارة، ولكن تأكيدا لما ذكرته حضرتك، الشركات المصرية والتي لها خبرة إفريقية كبيرة في الكثير من الدول الإفريقية اكتسبت تلك الشركات سيما شركات البنية التحتية خبرات كبيرة في مشروعات البنية التحتية المصرية التي تم تنفيذها في مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. نتابع القصور العملاقة والأنفاق العملاقة وتطوير الموانئ، الإسكان من المحاور المرورية. الحقيقة الكثير، مصر تنفذ الآن سد ضخم في تنزانيا. الشركات المصرية جاهزة لأن يكون لها دور كبير في
عملية التنمية الإفريقية وصناعة المشروعات البنية التحتية التي تعد الضمانة الأساسية لتفعيل عمليات التنمية وللبناء على تلك البنية التحتية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية والاستثمارات التنموية بكل أبعاد. يعني أخيرا، أجندة التنمية المستدامة إفريقيا 2023-2063 تتضمن وتشمل العديد من المحاور فيما يتعلق بالتعليم والصحة ورفع كفاءة البنية التحتية. بعين الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، ما هي أبرز المعوقات التي تقف أمام أو تحول دون تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية؟ الواقع هم لدينا محورين، محور الاستقرار السياسي والتمويل. وهناك مبادرة لإسقاط البنادق في إفريقيا وقد تبنتها مصر وتعمل عليها وتدعم تلك المبادرة بما فيها الاجتماع الأخير المتعلق بدول الجوار في السودان من أجل تهدئة الأوضاع في السودان لتحقيق استقرار سياسي يمكن البناء عليه لصناعة التنمية في السودان. وعلى هذا الإطار مصر متفاعلة مع تحديات عمليات الاستقرار في كل دول القارة. الجانب الآخر والمحور المهم هو كيفية صناعة التمويل وجذب تمويلات كبيرة من المؤسسات التمويلية. ومصر كانت متفاعلة في قمة التمويل الإفريقية التي انعقدت في باريس مؤخرا، وهي متفاعلة على كافة الأطر التي تكفل للقارة الإفريقية تحقيق التنمية. الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، شكرا جزيلا لك.